وفي جدول أعمال وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بيرتيل لونغو، التقت بممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى البلاد الدكتور هونتون سنين، حيث تبادلت معه مجمل القضايا التي تتعلق بترقية المرأة التشادية في شتى المجالات. وعند خروجه من المقابلة صرح المسؤول الأممي شاكرا الوزيرة لتولي هذا المنصب للمرة الثانية، وذلك لكفاءتها على رأس هذه الوزارة، كما تطرق معها إلى دور المرأة في تعزيز السلام، ولذا يجب مشاركتها في صناعة القرار داخل الحكومة الانتقالية الجديدة، وأكد على ضرورة نبذ العنف الممارس ضد المرأة بشتى أشكاله وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتسعى المنظمة الأممية لتقوية الشراكة مع وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة في مختلف المجالات. التقت وزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة أمينة بيرتيل لونغو بعضوات تحالف الجمعيات النسائية الرائدات في المجتمع المدني، ناقشت معهن أهم أحداث الساعة في الساحة التشادية. اليوم لمينا وقاين هجرة عشان عندنا عافية وسلام. وغوفرنما أنا ترانزيسيون كل قايد في رأسه عند بريمي مينيستر بايمي. ومام كل ما سيمت شغل ناقص كما يسولي أوين. شغل كل مارشال سوالي أوين بيبروتيجي يمشي قدام. أبدين النساء المنضويات تحت لواء التحالف رغبتهن البالغة في المشاركة في عملية نشر السلام والأمن الدائم في البلاد. أوين الأخواتنا من يوم رمضان في الوئيس اللي بيسووه في البيان اللي بيسووه في رمضان ده، خلاص هم بدو جاي بيقولوا أوين بنجهزهم عشان يجيبوا بلاغ الآفة والسلام. أولا يفهموهم من ذاتك في نفسهم، وبعدين السلام البلاغ السلام والآفية ده يودوا في عائلتهم والآيلة كل توديها قدام. يتفق الجميع في صيغة واحدة وهي نبذ العنف ونعم للسلام الدائم في ربوع البلاد، وعلى جميع التشادين غرس ثقافة التعايش السلمي.